شو رأيك بالخدمات اللي عم تقدمها المديرية؟ خدمات ممتازة يعني، عرفت كيف؟ كل شغل، كل شاب طلباته بتأمن يعني، بس وصل لهون بتأمن. موظفين رائعين جدا جدا، عرفت كيف؟ ما في أي صعوبات؟ لا لا قطعا ما في أي صعوبات، كل شيء حس في روتين عادي يعني، شو أوراقك بتعملها بيخلوا لك جيبها طوابع كذا وهذه يعني. نافذة الواحدة هي اللي سوا بالتأمينات ريحتنا كتير أحسن ما نتعذب من طابق لطابق وكذا. منيجي هون أي شغلة إنا شغل فيه ندفعه مباشرة ومنروح ومنخلص شغلنا، ولا يعطينا ألف عافية الشباب فوق الموظفين. كل ما يتطلب للمتقاعدين أو أي مراجع كله في تسهيلات بالنسبة للموظفين هون، كلهم متعاونين حقيقة يعني، حتى يعني ما توقعت أن يكون هيك بهالسهولة يعني. أنا خلال يوم والتاني فورا مراجع، أحيانا بيسألوا إذا البيت بعيد أو كذا، أو مشان تخفيف عبء على المواطن او على المراجع بيعطونا ارقامهم نتصل معهم وبيكونوا خالص الإدبارة. يعني الحمد لله في موظفين في بيديروا امور الشعب. طيب شو الصعوبات اللي عم تلاقيها هون وقت بتيجي؟ ما في صعوبات ولا في شيء، بعيده يعني، بس بعيده بس هطلعوا هنزلوا من يعني مثلنا نحن هلق، ما في اسانسير ننزل فيه ولا شيء، من خامس طابق لرابع طابق لسادس طابق ما نمرض بمرض. المفروض يتعامل الموظف مع اللي جاي مشيان قاطع مسافة 30 كيلو متر بوجهه، أكثر من هيك تكون خدماته أكثر من هيك، مو تأجيل لبكرة ولا كذا. هلا أنا مشيان 30 كيلو متر جاي بالشوب بكافة ظروف الطقس، يعني المفروض يكون الأداء أكثر من هيك يعني شوي. خدمات هون التأمينات الاجتماعية الموظفين كتير محترمين، خدمات لا بأس يعني، بس الملاحظة هي أنه المراجع أو المحال على التقاعد عم بيعاني في تسيير أوراقه. طبعا السبب هو عدم الاهتمام بالحالة الصحية للناس أو كبر السن أو التعب اللي بيعانيه، لحتى أنه أنا مثلا بدي صور ورقة بدي انزل من الطابق السابع للطابق الأول لجيبة ورقة، أو من الطابق السابع للطابق الرابع. يعني المفروض تكون حصيلة العمل أو مثل بيقولوا خدمة المواطن تكون محصورة بمكان واحد تقريبا يعني. الخدمة كتير ممتازة، بيجي عند الأستاذ باخذ الوصل وفورا ندفع، يعني ما فيها أي لبكة، كل شهر بيجي أول الشهر بدفعه، كتير ممتاز للخدمة.